لمناقشة آخر التطورات في الأراضي المحتلة. معنا من إسطنبول الباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ تيسير سليمان. أستاذ تيسير، بداية مرحبا بكم. في أي إطار تنظر إلى التصعيد الصهيوني الأخير في الأقصى؟ أخي، بالبداية تحية لكم ولقناتكم الكريمة وشكرا على هذه الاستضافة. حياك الله. حقيقة أخي، علينا أن ننظر لأي نشاط إسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس أو في المسجد الأقصى أو في كل فلسطين ضمن دوائر معينة. الأول، أن الاحتلال الإسرائيلي مطامعه في المسجد الأقصى هي مطامع استراتيجية، وقناعته أنه لابد من إزالة المسجد الأقصى ووضع مباني تسمى بالهيكل، وهذا جزء من السياسة العامة الإسرائيلية يمارسونها لسنوات طويلة. بالسنوات الماضية الأخيرة حاولوا أن يكرسوا مبدأ التقسيم الزماني والتقسيم المكاني. بالتقسيم الزماني يضغطون على الأهالي ويضغطون على كل زوار المسجد الأقصى من أجل أن يكون فقط موعد الصلاة هو للمسلمين، وموعد ما دون ذلك هو لليهود أو لمن يريد أن يدخلها من الاحتلال. منطقة باب الرحمة هو يشكل نقطة استراتيجية. لماذا؟ أولاً لأنه هو الجهة المطلة على الباب الرئيسي من باب سباط إلى مقبرة باب الرحمة، ومعروف ما يفعله الاحتلال من هدم وحصر وتدمير القبور في باب الرحمة. الموضوع الثاني، خلال السنوات الماضية ما فعله الفلسطينيين من إعادة إعمار مسجد المرواني الطابق السفلي في المسجد الأقصى كان ضربة من ضربات المتقنة من أبناء القدس وأبناء الـ 48 في المحافظة على المكان هذا الذي كان يخطط الاحتلال الإسرائيلي أن يجعله كنيسة إسرائيل. لذلك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو استراتيجي، الهدف منه هو الحصول على موضع قدم في داخل المسجد الأقصى. ما الغاية من تحويل المسجد الأقصى إلى ما يشبه الثكنة العسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟ تمام أخي الكريم، بالجو العام الاحتلال الإسرائيلي الآن يمر بالكنيسة، بانتخابات الكنيسة، وبانتخابات الكنيسة هناك دائما مزودات دائما ضد الفلسطينيين، ضد الفلسطينيين بزيادة القتل، ضد الفلسطينيين بزيادة الحصار على قطاع غزة، ضد الفلسطينيين بتنفيذ خطط بعض الجماعات اليمينية. وكلنا يعرف أن من يسيطر على الكنيسة الآن هو اليمين الإسرائيلي، اليمين المتشدد، والانتخابات القادمة بكل استطلاعات الرأي تعطي أن اليمين سوف يكون يشكل من 60 إلى 70% من مجمل الأصوات أو 60 70 مقعد في الكنيسة الإسرائيلية. لذلك ما يقومون به هي جزء من المحاولة الاستراتيجية لفرض حقائق، وأيضا مزودات انتخابية يستخدمون قضية المسجد الأقصى. مثال بسيط، يعني المسجد الأقصى بأجزائه المترامية جزء منه باب الرحمة، وأنا من الذين عندما كنت في الثانوية العامة وفي السنة الأولى للجامعة كنت أدرس مادة الفقه في قاعات باب الرحمة التي كان مسؤول عنها الأوقاف الإسلامية، ويقومون بإعطاء الدورات التقوية للفقه والأمور التي تخص الدراسة. منذ عام 2003 قام الاحتلال بإغلاقه تحت حجج كثيرة، وتم تفريغه وتم وضع قفل عليه من دائرة الأوقاف. وحقيقة منذ ذلك الوقت هو مغلق أمام دخول النشاط والنشطاء والطلاب والذين يريدون العلم في هذا المكان. بالأول الأخير قام الاحتلال بتكريس المبدأ أن الذي يفتح الباب ويغلقه ليس الأوقاف وإنما الاحتلال، وهنا كانت شرارة جديدة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ما يريده هو السيطرة الكاملة، وهذا الذي لن يسمح به أبناء القدس. ومن نراه من صور تأتينا من داخل مسجد الأقصى ومحيط مدينة القدس ومن محيط البلدة القديمة يثبت أن المقدسيين الحجر الذي ينكسر عليه جميع محاولات الاحتلال الإسرائيلي بفرض أي تغيير على الوضع في المسجد الأقصى. هذا التصعيد كيف سينعكس على الأوضاع في القدس؟ أخي، مدينة القدس لو تكلمنا عنها بلغة الأرقام هي يوميا تدفع أثمان، تدفع أثمان تهويد الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على بيوت تحت حجة أملاك الغائبين أو القضاء الإسرائيلي الذي يزور الحقائق لاستلام أو تسليم المباني للمحتلين، فرض الضرائب على أبناء مدينة القدس وجعلهم يخرجون خارج الجدار وخارج مدينة القدس التاريخية لتخفيف نفقات العيش والضريبة، سحب الإقامات من كميات وصل إلى آلاف
خلال السنوات الماضية. والأمر الآخر وهو الذي نسبة الاعتقالات اليومية، نحن نتكلم قياسا مع كل المدن الفلسطينية، مدينة القدس تدفع نصف المعتقلين الذي يتم اعتقالهم يوميا في الأراضي الفلسطينية. الاحتلال يريد الضغط على الفلسطينيين من أجل الابتعاد عن مدينة القدس وخاصة عن البلدة القديمة. يريد الاحتلال أن يزيد الضغط على أبناء مدينة القدس حتى لا يشارك أبنائها. وللعلم، أبناء مدينة القدس تاريخيا أثبتوا أنهم من أخطر الأشخاص الذين يقفون أمام هجمة إسرائيل لتفريغ مدينة القدس، منها بالثبات على الأرض ومنها بالمقاومة والدفاع عن حقوقهم وما يحدث في باب الرحمة الآن، وما حدث في عام 2017 من كسب قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض بوابات إلكترونية وكاميرات كان نموذج حي ليقول أن أبناء القدس يدافعون عن شرف الأمة بوجودهم في مدينة القدس والمسجد الأقصى. من إسطنبول للباحث السياسي الفلسطيني تيسير سليمان، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.